السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريتم. هل فعلا يا دكتور أقراص الخميرة وخصوصا البريورز ييست أو خميرة البيرة بتساعد على فتح الشهية وزيادة الوزن؟ هل ليها استخدامات تانية في رفع جهاز المناعة؟ هل فعلا بتفيد الشعر والجلد والبشرة؟ هل فعلا بتأخر ظهور الشعر الأبيض أو الشيب؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو ده، فياريت تتابعوا الفيديو لغاية الآخر عشان تعرفوا كل المعلومات الطبية عن أقراص خميرة البيرة. خميرة البيرة أو اللي بيسموها البريورز ييست دي أقراص خميرة موجودة في الصيدليات وموجودة بتركيز 500 ميلي جرام. الأقراص دي غنية جداً بالبروتينات وغنية بفيتامين ب مركب، واهمهم ب1 الثيامين وب2 الريبوفلافين وب3 النياسين وب5 البنتوسونيك اسيد وب7 اللي هو البيوتين وب9 الفوليك اسيد. بس في مشكلة ان ما فيهاش فيتامين ب12، عشان كده لو الشخص ما بياخدش فيتامين ب12 لازم يدور عليه سواء من مصادر، سواء من الغذاء الموجود في أكله أو من مصادر تانية في صيدلية فيها فيتامين ب12. أقراص الخميرة البيرة كمان مش بس فيها البروتينات وفيتامين ب مركب، لا كمان فيها عناصر مهمة جدا. طب يا دكتور من الآخر كده قولنا إيه أهم العناصر أو المعادن اللي موجودة في خميرة البيرة؟ بص يا سيدي معايا، موجود السيلينيوم وموجود الزنك، ودي مواد مضادة للأكسدة وبتحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة وبتحمي الشعر ومفيدة للشعر والضوافر والعينين. كمان وجود الحديد، وجود البوتاسيوم، وجود المغنيسيوم. الحديد اللي بيساعد وبيخش في تكوين كرات دم الحمراء وبيرفع نسبة الهيموجلوبين بدرجة كبيرة. فيبقى كده اتفقنا وخلينا متفقين ان أقراص خميرة البيرة او البروزيست مش بس انها لها فوائد يعني طبية، لا ده كمان مفيدة للجانب الصحي للإنسان وتعتبر كمصدر تغذية كويس جدا للإنسان. طيب أقراص خميرة البيرة لقوا ان نتيجة وجود فيتامين ب مركب اللي فيها هيساعد في فتح الشهية بدرجة كبيرة، فبالتالي يساعد على زيادة الوزن. وهنا ممكن يتم البدء بجرعة قرص واحد بعد الوجبات بساعة أو ساعتين 3 مرات في اليوم، يعني قرص بعد الفطار بساعة، وقرص بعد الغداء بساعة، وقرص بعد العشاء بساعة. طيب لو مفيش مشاكل أو أعراض جانبية الخميرة لسه هنقولها كمان شوية، ممكن نزود الجرعة إلى قرصين بعد الوجبات 3 مرات في اليوم، يعني قرصين بعد الفطار بساعة أو ساعتين، وقرصين بعد الغداء بساعة أو ساعتين، وقرصين بعد العشاء بساعة أو ساعتين، يعني 6 أقراص في اليوم. ليه بنبتدي بالجرعة القليلة وبعد كده بنزود الجرعة؟ لأن الخميرة ممكن تعمل عند بعض الناس انتفاخات وغازات وتعب بسيط في البطن، كمان انها ممكن تعمل شوية صداع. الصداع ده الى حد ما بيشبه الصداع النصفي، عشان كده بنجيب جرعات قليلة وبنزود الجرعة تدريجيا. فالخميرة مفيدة جدا فعلا في فتح الشهية وزيادة الوزن. طب هل لها دور انها تخسس؟ هي ملهاش دور مباشر في التخسيس، ولكن ممكن تستخدم قبل الاكل بساعة انها تسد الشهية، وده برضو ولكن هي الاساس واساس شغلها انها في زيادة الوزن وفي فتح الشهية. طيب وجود عنصر الكروم في أقراص خميرة البيرة مميز جدا، لأنه بيساعد على تقليل نسبة السكر في الدم، عشان كده لو مريض سكر ممكن يستعمل خميرة، بس لازم يتابع مستويات السكر في الدم. كمان الكروم بيحسن من مقاومة الإنسولين وبيساعد انه يعزز من دور الانسولين انه يقلل السكر في الدم، فهي دور فعال ودور مهم جدا. كمان في فوائد طبعا في الطب البديل للخميرة، انها بتساعد في التغلب على التهاب الامعاء، وفي نفس الوقت في التغلب على مشكلة القولون العصبي، كمان بتعالج الاسهال، الاسهال المصاحب لسوء او كتر استخدام المضادات الحيوية او اسهال المسافرين.
بس لازم ناخد بالنا من بعض المحاذير المعينة. إن لو شخص عنده ضعيف المناعة ما ياخدش الخميرة أو ياخدها بحذر. لو شخص عنده عدوات فطرية متكررة برضو يفضل إنه ما ياخدش أقراص خميرة البيرة. لو شخص عنده تقرحات في القولون وخصوصا مرض كرونز، وده مرض مناعي بيعمل التهابات وتقرحات في الأمعاء، فهنا يفضل برضو إن أنا ما نستعملش أقراص الخميرة. أقراص الخميرة مميزة جدا وفعالة جدا، لأن زي ما قلنا غنية بالبروتينات، غنية بالفيتامين ب مركب، غنية بالمعادن. المعادن دي كلها بتساعد إنها مضادة للأكسدة، بتعزز صحة العين والبشرة والضوافر والشعر. وهنا دور الشعر الأبيض، إن فعلا لقوا إن نقص فيتامين ب مركب بيؤدي الى ظهور الشعر الابيض. عشان كده ان الشخص لما يتناول فيتامين ب مركب بانتظام بيساعد انه يأخر ظهور الشعر الابيض او الشيب المبكر. كمان من ضمن عناصر الخميرة البيرة هو حامض النيكليك اسيد او النيكليك اسيد، وده له دور في تأخير ظهور الشعر الابيض. طيب كمان الخميرة مفيدة كمان في للسيدات زي ما قلنا، بالنسبة لأنها مفيدة للبشرة وبتساعد أنها تقلل تساقط الشعر والحفاظ على قوة وسلامة العين. كمان بتساعد أنها تقوي الجهاز المناعة بدرجة كبيرة. فدي كل المميزات بتاعة أقراص الخميرة، من إنها بتزود الوزن وتفتح الشهية، من إنها ممكن إنها تسد الشهية، كمان لو اتخذ قبل الوجبات، كمان إنها بتعالج الإسهال وخصوصا إسهال المسافرين، وكمان إنها بتعالج الإسهال المصاحب لكثر استخدام المضادات الحيوية، وكمان في نفس الوقت بتحافظ على صحة الشعر والضوافر والعين. كمان مفيدة لمرضى السكر، بتقلل مستويات السكر في الدم. كمان مفيدة للشعر والضوافر والعين. كمان بتقوي جهاز المناعة. فدي كلها مميزات جدا لأقراص الخميرة. أقراص الخميرة بستمر عليها أقل فترة أسبوعين عشان تبتدي النتيجة تظهر. والكورس العلاجي أقل كورس علاجي من شهرين لثلاث شهور. ممكن بعد شهرين لثلاث شهور إن أنا أوقف استخدام الخميرة، أخد فترة راحة، وممكن بعد كده أبدأ كورس علاجي جديد. أقراص الخميرة فيها منتجات كتيرة في السوق الدوائي المصري زي أقراص خميرة ميباكو، في أقراص برضو باسم بروورز يصدر أقراص خميرة، ودي سعرها طبعا زاد حاليا عامل 30 جنيه، والسعر طبعا قابل للتغيير، وزي ما قلنا جرعتها من قرص لقرصين بعد وجبات بساعة ثلاث مرات في اليوم. يا رب أكون أفدتكم بكل المعلومات عن أقراص خميرة، وما يكونش المعلومات الطبية تقيلة عليكم. سلام عليكم.